صوت فلسطين يقدم العكس صحيح. عندما تطغى المفاهيم والسلوكيات الخاطئة داخل المجتمع لا بد من إثبات عكسها الصحيح بطريقة أو بأخرى. برنامج العكس صحيح مع سماح أبو سمرة. أهلا وسهلا بكم مستمعي صوت فلسطين في هذه الحلقة الجديدة التي نقدمها لكم من برنامج العكس صحيح. مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان البعض يقضيها بالصيام والبعض الآخر يتحدث عن حرمة ذلك خلال هذا الشهر، وأيضا ما قبل رمضان، هل يجوز وصل الأيام بالصيام في شهر رمضان المبارك أم لا؟ مستمعينا الكرام، حتى لا نفتي بما ليس لنا به علم، استضفنا اليوم عبر الهاتف الشيخ عائد أبو غليون، محاضر في كلية الدعوة الإسلامية وماجستير في الحديث الشريف، حتى يحدثنا عن هذه الأقاويل، من منها الصحيح ومن منها الخاطئ، لنصده بعرض الحائط وحتى لا نمس الدين بشيء سيء. أهلا وسهلا بك شيخ عائد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله شيخ عائد، ونشكر تواجدك معنا اليوم. في البداية حدثنا، ما هي المفاهيم الخاطئة حول صيام النصف من شعبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أشكر اهتمامكم بمثل هذه الموضوعات، سيما التي تعنى بتصحيح المفاهيم، وهذا أمر مهم جدا حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره في عبادة ربه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العباد إلا إذا توفر في هذا العمل شرطان اثنان، ألا وهو الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان المسلم قبل أن يعبد ربه لابد أن يسأل أهل العلم، هل هذا العمل صحيح؟ هل هذه العبادة صحيحة؟ هل هذا التوقيت صحيح؟ نعم، وهذا ما نفتقده بعض الشيء لدينا. نعم، وهذا أمر مهم جدا، ولذلك أنا أثني على مثل هذه البرامج تصحيح المفاهيم. شكرا لك. بالعودة لسؤالكم، أقول صراحة موضوع صيام شعبان يحصل فيه لغط كثير من الناس على طرفي نقيض، البعض يحرم الصيام بإطلاق والبعض يجيز الصيام بإطلاق، والصراحة في الموضوع عائد إلى بعض الأحاديث التي قد يكون في ظاهرها بعض التعارض. أقول حقيقة، أنا الصيام بشكل عام، حتى الشرع الحنيف على الصيام بشكل عام في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو داخل في عموم العمل الصالح، وقد حث أيضا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، التي منها ما أخرجه الإمام النسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وعلى ذلك أيضا من الأحاديث التي تحث على عموم الصيام الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام النسائي والإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، وفي رواية: بعد الله النار عن وجهه 100 عام. الآن هذا بالنسبة للأحاديث العامة، سواء في شعبان، سواء في ذي القعدة، في ذي الحجة، الأصل في الصوم أنه مشروع، إلا ما خصه الشرع الحنيف بتحريم صيام بعض الأيام كالعيدين وثلاث أيام التشريق، فهذه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصومها، وما سوى ذلك فالأصل فيه أنه مشروع.
نعم، حتى أما أيام بالنسبة يعني شهر شعبان. نعم بالنسبة لشهر شعبان خصوصا وردت فيه أحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه وخصصه بمزية الصيام. فمن الأحاديث الصحاح، وهناك بالمناسبة طبعا أحاديث ضعيفة لم تصح، ولكن هناك أحاديث كثيرة صحيحة والحمد لله، دغنينا عن الأحاديث الضعيفة التي لا نستدل بها ولا نعمل بها سيما في أمور العبادات. فمن على سبيل المثال للحصر، من الأحاديث الصحيحة التي حثت على صيام شهر شعبان ما أخرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال وهو يسأل طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار ما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا حديث عظيم حقيقة، عظيم عظيم، يبين لنا مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. وأيضا من الأحاديث التي تحث على هذا الصيام ما روته لنا أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة، في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وأيضا في رواية أخرى: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه أو عامته، يعني أكثر شهر شعبان. الآن الموضوع صراحة هذه النصوص التي ذكرتها ربما تتصادم في ظاهرها مع بعض الأحاديث التي تنهى عن صيام شعبان، وهذا هو الإشكال، وهذا بيت القصيد كما يقال في هذه الحلقة. الحديث الذي يحدث إشكالا هو ما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه في سننه بإسناد مختلف في حقيقة من حديث أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث يعني هذا الحديث يتعارض مع ما قبل. الآن هذا ظاهرا يتعارض، صحيح. حل التعارض والإشكال حقيقة في أمرين. الأمر الأول، بعض العلماء يرى ضعف هذا الحديث، منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة وجميعهم من أئمة وجهابذة الحديث، ضعفوا هذا الحديث لأن الحديث هذا فيه علة تفرد به أحد رواة الحديث هو العلاء بن عبد الرحمن، وعلى ذلك ضعفوا الحديث فقالوا: لا عبرة بهذا الحديث ولا نلتفت إلى هذا الحديث. ومن باب الأمانة العلمية أن هذا الحديث أيضا صححه جمع من أهل العلم كالإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، لكن الآن يقع السؤال فيما لو صح هذا الحديث، وعلى اعتبار صحة هذا الحديث يأتي المفهوم الصحيح لهذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ما مقصود إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ وعندنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صام أكثر شعبان، يعني ربما دخل رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام كان صائما. نقول وبالله التوفيق أن المقصود من هذا الحديث هو أن الإنسان لا يبدأ صيام شعبان تطوعا. أما إذا كان الإنسان معتاد على صيام الاثنين والخميس مثلا، أو معتاد على صيام يوم وإفطار يوم، فإنه لا يدخل في هذا النهي: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هنا في نهي عن الصيام، لكن يشمل النهي من ابتدأ صيام شعبان بعد منتصف شعبان. نعم، يعني يمكن الصيام، لكن يعني هناك شرط للصيام هو أن تبدأ قبل أن نصل إلى منتصف شعبان. نعم صحيح. يعني كان إنسان معتاد على صيام اثنين وخميس، معتاد على صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، نقول له لا بأس ولا حرج حتى لو بعد منتصف شعبان. أيضا يجوز الصيام بعد منتصف شعبان لمن أراد القضاء،
كامرأة مثلا كان عليها صيام وأرادت أن تقضي ودخل النصف الثاني أو الآخر من شعبان، نقول لها لا حرج ولا بأس أن تقضي وأن تصوم. نعم. لا بأس في هذا الأمر. إنسان مثلا عليه نذر صيام وصام قبل رمضان، لا بأس بذلك. إنسان عليه كفارة صيام وصام بعد المنتصف من شعبان، لا بأس بذلك. نعم. لأنه عندنا حديث آخر حديث آخر وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الحديث يبين لنا أن الإنسان إذا كان معتاد على صيام فإنه يزول المحظور. نعم. ولا إنه على وضعه الطبيعي. نعم، يعني هنا ننهي فقرة الصيام في النصف من شعبان بإمكانية الصيام طبعا لمن كان معتادا على الصيام، وأيضا لمن لديه كفارة أو قضاء أو غيره سواء امرأة أو رجل. وأيضا يعني نعرف هنا أن الصيام يجوز، والأقاويل التي تقال حول حرمة الصيام في شعبان هي خاطئة. نعم، لا أساس لها من الصحة الحرمة المطلقة هكذا، هذا كلام غير صحيح. إحنا لو تأملنا وتدبرنا إذا سمحت لي، يعني لو يعني تأملنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، هناك حكمة حقيقة. يعني بعض العلماء بحث في حقيقة هذه الحكمة، فمنهم من قال حتى لا يتصل شعبان في رمضان وتكون هناك اتصال النافلة بالفرائض، وهذا من باب تمييز الفرائض العبادات عن النوافل. وأيضا أن يستعد الإنسان لرمضان بنشاط وجد، يعني لو صام الإنسان بعد منتصف من شعبان 15 يوما ودخل رمضان، فربما يدخل رمضان وحصل لهذا الإنسان فتور وتعب وكسل، فصرفته النافلة عن الاجتهاد في الفريضة. إضافة إلى ذلك أنه الدين الإسلامي مبناه على الحقائق واليقينيات، ليس مبني على الأوهام. لأنه بعض الناس حقيقة نسمعهم صام قبل رمضان بيوم أو يومين، نقول له لماذا تصوم هذين اليومين أو تصوم هذا اليوم، يقول أنا أصوم احتياطا. هذا الصوم الاحتياط ليس من ديننا، ليس من ديننا. يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خاطئ لبعض الناس الذي يصوم 30 من شعبان، اليوم الأخير من شعبان قبل رمضان بيوم، هذا يسمى طبعا في الشريعة يوم الشك، يوم الشك. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث صحيح طبعا أخرجه البخاري معلقا ووصله طبعا باقي الأئمة من الخمسة، وهو حديث عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني قد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الإنسان أن يعبد ربه على يقين ولا يصوم الصيام الذي يعرف بصوم الاحتياط. نعم، يعني هذه معلومات جدا مهمة ومفيدة، يعني خاصة لنا نحن هنا في قطاع غزة قد نخطئ أحيانا في بداية شهر رمضان أو في الانتهاء منه، يعني قد لا نكون أحيانا في الطريق الصحيح لصيام هذا الشهر من بدايته حتى نهايته. كما نعلم قد يحدث لبس في رؤية السماء، لكن هنا أيضا مفاهيم خاطئة تتعلق بالتطوع وبالنافلة بالكفارة أيضا وبالقضاء. نحن تحدثنا عن الكفارة وقلت لنا ويعني أسهبت في هذا الحديث أن الكفارة ومن لديه كفارة يجوز له الصيام في شهر شعبان، لكن هل من يريد أن يتطوع أو يريد يعني أن يقوم بالنوافل حتى يتقرب إلى الله، هل يجوز له الصيام في هذه الأيام يعني ما بين المنتصف من شعبان وما قبل رمضان؟ إن شاء الله نحن نقول أن الأمر في سعة، لكن على أن يحتاط لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. يعني إذا أعلن مثلا رمضان يوم الاثنين مثلا، نعم، فإنه يمسك عن الصيام قبل يومين من يوم الاثنين، يعني يتوقف عن الصيام. يتوقف عن الصيام، نعم، إن شاء الله هذا الأمر فيه سعة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. ده أيضا ما المفاهيم الخاطئة المتعلقة بهذه الأيام من شهر شعبان وحتى ما قبل رمضان قبل أن نبدأ في شهر رمضان المبارك؟ يعني صراحة من المفاهيم الخاطئة للناس في هذا الشهر، هناك اعتقادات أن القيام تخصيص ليالي في هذا الشهر بقيام، هذا الأمر صراحة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يخصص أيضا صدقات في هذا الشهر الفضيل أو في شهر شعبان، فإن هذا لا أصل له.
يعني كثير من الناس عندهم مفاهيم مغلوطة في مثل هذا الأمر، وربما يكون مستندها لأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صراحة كما تكلمت في بداية الحلقة، الأصل في الإنسان ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا على علم وعلى بصيرة وعلى دليل من كتاب الله وعلى دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول وحاسا صراحة نفسي وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات على الاغتنام العمل الصالح في هذا الشهر العظيم، فيما من كان بينه وبين أخيه شحناء أو خصومة أو بغضاء، وهذه من المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن ترسخ في أذهان الناس. يعني نحن أمام حديث عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول في ليلة النصف من شعبان: يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا لمشرك، يعني مشرك بالله سبحانه وتعالى كافر، أو مشاحن، يعني بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء. كثير من الناس في هذه الأيام يكون بينه وبين إخوانه المسلمين، سواء إخوة النسب أو إخوة الإسلام، بينهم خصومة وبينهم شحناء، فلا يلتفتون لمثل هذه الأمور ولا يأبهون بمثل هذه الأمور، وهذا أمر خطير جدا. يعني يتخيل الإنسان أنه طيلة عام يصوم ويتصدق ويصلي ويفعل أعمال البر، ثم بعد كل هذا لا ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة المصائب حقيقة، مصيبة المصائب. فينبغي على الناس أن يصححوا مفاهيمهم في مثل هذه الأيام المباركة، على ألا يدخل شهر رمضان إلا وقد زالت البغضاء من قلوب الناس، وزال الحسد من قلوب الناس، وزالت الشحناء من قلوب الناس، حتى يدخل على هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك الذي يجري الله سبحانه وتعالى فيه من الأجور، ويعطي فيه من الأجور والحسنات ما لا يعطي في غيره من الشهور إن شاء الله. يعني هنا نوجه أيضا رسالة إلى الجميع أن يقوم بمسامحة أخيه وأبيه، وأيضا كل من أخطأ بحقه وكل من له حق وعليه حق. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة، هناك طقوس أيضا أخرى يقوم بها يعني بعض بلدان العالم وأيضا هنا في قطاع غزة، يعني هي لا تقتصر على شيء أو شيئين خلال هذا الشهر، شهر شعبان. كما قلت هم يقومون الليل، أيضا يقومون يعني بدعاء أدعية معينة وخاصة بشهر شعبان، ويقومون أيضا بتراتيل معينة. فهل هذه الأشياء موجودة فعلا في الدين ويعني لها أساس من الصحة، أم أنها هي طقوس تعتبر مع العادات والتقاليد؟ طبعا هو صراحة لم يثبت شيء من هذا القبيل الذي ذكرتيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث كثيرة صراحة في الشهور، في رجب وفي شعبان وفي غيرها من الشهور، لكن لا أساس لها من الصحة. أنا قلت وما زلت أقول وأكرر دائما تكرارا ومرارا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله، وإلا دخل في حيز الحرام، دخل في حيز ما يسمى بالبدع. أيوة. وهو كل ما يحدث في هذا الدين ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس نسمعه مثلا يقول في منتصف من شعبان يسبح 10,000 تسبيحة، أو مثلا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة. كل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخرج علينا بعض الناس يقول مثلا هذه عبادة، يعني لماذا تمنعون الناس من العبادات؟ نقول يا أخي الكريم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير البشرية وهو أسبق الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ما دلنا على هذا الأمر وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قف حيث وقف القوم فقد كفيتم. يعني الأصل أن نتوقف عندما توقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فنحن ليس لنا أن نزيد في هذا الدين، ليس لنا، نحن علينا الاتباع فقط. الدين بفضل الله أتمه الله سبحانه وتعالى وأكمله الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا الاتباع. ما كان في كتاب الله أخذنا به، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أخذنا بها، وما سوى ذلك لا يعتبر تشريع ولا يعتبر دين. وإذا أشكل أمر على بعض الناس فعليهم أن يتوجهوا إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة ويعبد الإنسان ربه على علم، ولا يتخبط في هذا الدين، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نتخبط فيه، ولا يجوز أن نتكلم فيه بغير علم، ولا نعمل أي عمل بغير علم. نعم،
إذن يعني أخيرا قبل أن نختم، طبعا نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية لكافة الأزمنة ولكافة العصور وأيضا شاملة لكل البلدان والمدن، لكن نرى في بعض المدن وفي بعض الدول أيضا يقولون عن صوم الصمت، يعني هو يسمى صوم الصمت أي أنهم يصومون عن الطعام ويصومون عن الشراب ويصومون عن النطق أيضا نسبة إلى يحيى بن زكريا عليه السلام. ما رأيك بهذه التي قد نسميها بدعة، ما رأيك بها؟ نعم، هو يعني أنت سألتي وأجبت حقيقة. هو هذا الفعل بدعة، وهذا تنطع في الدين صراحة، تنطع وتشدد وغلو، وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من الغلو، قال إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود يقول حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتنطع، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا صراحة من التنطع، لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء يسمى بصوم الصمت. صوم الصمت بالمناسبة هو يعني أن يصوم عن الطعام ويصوم عن الشراب ويصوم عن الكلام ويصوم عن الحركة ويصوم، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله أصحابه، أصحاب السنة المتبعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا الأمر من الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل، ولا شيء كما قلت في دين الله يسمى صوم الصمت. نعم، كل الشكر لك فضيلة الشيخ عائد أبو غليون، حدثتنا عبر الهاتف المحاضر في كلية الدعوة الإسلامية والحاصل على ماجستير في الحديث الشريف وعلومه. شكرا لك على هذه المعلومات القيمة، أيضا على هذه التصحيحات الكثيرة في مجال الشريعة الإسلامية التي لا بد لكل فرد أن يكون على اطلاع وعلم بها وإيمان أيضا تام بها، حتى لا يقع في المحظورات وحتى لا نمس كما تحدثنا في البداية الدين الإسلامي أي سوء في كل الأحوال. كل الشكر لك الدكتور عائد أبو غليون على هذه الحلقة المميزة بتواجدك، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم ولإذاعتكم الموقرة ممثلة بإدارتها والعاملين فيها من إداريين وفنيين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل التحية لك، شكرا جزيلا دكتور عائد. مستمعينا الكرام، إذن هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج العكس صحيح، التي صححنا بها المفاهيم الخاطئة المتعلقة حول صيام النصف من شعبان، أيضا حول صيام التطوع والنافلة والكفارة في شهر شعبان ما قبل شهر رمضان، وأيضا عن قضاء الأيام التي قد تكون سواء على المرأة أو الرجل في الأيام التي تسبق شهر رمضان، وتحدثنا عن الصيام المتواصل الذي يوصل شهر شعبان وشهر رمضان وعن حرمة أو صحة هذا الصيام. نستودعكم الله في حلقة جديدة مستمعينا الكرام في لقاء آخر. كانت معكم من الإعداد والتقديم سماح أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رامز خالد. دمتم بخير مستمعينا، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج العكس صحيح، إخراج أشرف حرارة.